كيف بنقدر نضيف اللوجو تبعنا أو اللوجو اللي صممناه على علبة حليب أو على علبة عصير أو على أي باكجينج نحن صممناه؟ حبينا نرجي العميل الشغل تبعنا ليطلع بطريقة واقعية وجميلة جدا. مرحبا واهلا وسهلا فيكم، معكم امام رئيس اتش اس كرييتيف ديزاين سيرفيسز. بالبدايه بدي اعتذر عن الغياب المتكرر والمتقطع اللي عم يصير معنا بالدروس، لكن بسبب الضغط اللي عم يواجهنا من العمل والحياه مثل ما بتعرفوا عم يخلينا نتاخر عليكم شوي بالدروس، بس ان شاء الله راح نستمر وبدعمكم بكميه كبيره من الدروس اللي راح اقدم لكم اياها بكل مجالات الجرافيك. لذلك ما لم يشترك بالقناه يا ريت يشترك بالقناه ويفعل الجرس ويحاول يدعمنا لحتى نوصل ل 100,000 مشترك باقرب فتره ممكنه. درسنا اليوم رح نحكي فيه عن شغله كثير مهمه بتخص المصممين، بالاخص لما بدهم يعرضوا اللوجويات او التصاميم اللي اشتغلوها على العملاء او الزبائن، لانه كل العملاء والزبائن بيحبوا او الشركات بيحبوا يشوفوا المنتج تبعهم كيف رح يكون الشكل النهائي. رح نحكي اليوم نحن كيف نقدر على نحط اللوجو او اي لوجو معين سواء على علبه عصير او على علبه حليب بحيث يظهر بشكل جميل واقرب للواقعيه بالنسبه للعميل. خلونا ناخد اي لوجو على التعيين فري من الانترنت، او انتم فيكم تحطوا اللوجيات اللي انتم عاملينها لتضيفوها على هذا التصميم. على سبيل المثال هذا الديري فارمرز مثل ما انا شايفين هو هذا بي ان جي، انا سحبته من النت. اول شيء لنقدر ناخذه لهنيك اول شيء لنعمل لازم نكبس نحن يمين ونجي ناخذ نعطيه كومبير تو سمارت اوبجكت. طيب ليش عملنا هيك استاذ امام ريس؟ ليش هذا الشيء عملناه؟ احنا ما فهمنا ليش عملنا هيك، راح احكي لكم ليش عملنا هيك. عملنا هيك مشان لما نحن هلا شلناه وسحبناه حطيناه على الازازه سويناه نحن سمارت اوبجكت، عملناه نحن لشغلتين. الشغله الاولى هو انه لما اذا بدنا نكبر ونصغر ما تتاثر معنا البكسل وما ينضرب معنا اللوجو كثير، هي واحد يعني ضل عندنا النسب فيها جيده. والشغله الاهم من هيك واللي هي الاثنين اللي هي انه نحن لما بدنا نشيل هذا اللوجو بدنا نحط غير لوجو، يعني نحن على سبيل المثال عم نعمل مثل موك اب، حبينا نغير هذا اللوجو نشيله ونحط لوجو ثاني، اللوجو مثل هذا مثلا انا اللي ورجيتكم اياه مثل هذا، حبينا نغير نشيله، مجرد ما نحن نجي لهون نضغط ضغطتين على السمارت اوبجكت هيفتح لنا السمارت اوبجكت، بنجيب اي لوجو وبنكتب همام ريس، بنكتب اسمكم، بنكتب اي شيء وبنحفظ بيتعدل معنا بالموك اب، يعني هي الطريقه مهمه جدا للي عم يشتغلوا فيها الموك اب. طيب خلينا نجي للمهم، هلا جبنا نحن اللوجو على سبيل المثال، اول شيء لازم نحطه بالمكان المناسب. مثلا نحن انا بدي احطه هون بالمنتصف. طيب اول شيء انا بدي اشوف اللوجو مناسب، انا يعني محروف لهون لهون، استخدم بيجي بيجي باخذ الكنترول بدي اسحبه هيك اسحبه هيك، لا ما بدنا نسحبه هيك. ليش؟ لانه نحن هاي الازازه الموجوده اللي عندنا او القنينه او العلبه ما بعرف شو بتسموها انتم عندكم ببلدكم، هاي الازازه الموجوده نحن هي صايره بشكل اسطواني، هذا الشيء بشكل اسطواني فبشكل دائري، فمن الطبيعي او من البديهي انه يكون عندنا نحن اللوجو شوي مايل من هون شوي مايل من هون. طيب نحن كيف بدنا نظبطه؟ فممكن نضغط نحن بالزر اليمين نعطيه فري ترانسفورم. فري ترانسفورم حتى نقدر نتحكم فيه، طب تعرفوا مثل ما بنعرف نحن فري ترانسفورم في عده شغلات، هنيجي نحن على الوارب. مجرد ما نحن اخترنا الوارب مثل ما لكم شايفين فينا نحن نسحب اللوجو بالشكل اللي بدنا اياه، نحن على سبيل المثال بدنا اللوجو ينمط بهالشكل، رح كبر لكم الصوره شوي، بحيث يبين انه نحن انه هو اللوجو رايح على اليمين وعلى اليسار، كانه رايح هيك بهذا الشكل، نمطه بشكل خفيف صغير، ما رح نمطه كثير، بس ليبين انه هو عم يلف حوالين الازازه. طبعا هون الوارب في اشكال جاهزه، نحن اذا ما كنا حابين نتحكم بشكل يدوي، فينا نحن نعطيه مثلا ارك. خلينا نعطيه اوكي. لاحظوا كيف بيعطينا الشكل بهذا الشكل، اعطانا اياه بشكل مشوه، لا نحن ما بدنا اياه ارك، خلينا نرجع نشوف الوارب مثل ممكن نحن ارش نرفعه شوي لفوق ونقدر نتحكم نحن هون. لاحظوا بالعمليه لفوق ولتحت، اعتقد هيك مناسب، خلينا نرجع شوي لورا، او مثل ما حكينا نحن كان فينا نكبسه مثل ما اخترنا نحن الوارب، نسحب بايدنا يمين يسار. بالنهاية بنعطيه إشارة الصح. خلينا نشوف كيف طلعت اللوجو أو كيف طلع اللوجو. طلع اللوجو مكانه كتير حلو، بس راح تقولوا لي همام لسه همام ما مبين إنه هو بشكل واقعي كتير، فنحن شو ممكن نعمل؟ الخطوة الثانية اللي لازم نعملها نجي على الخلفية مثل ما إنا شايفين أو هي الصورة اللي هي موجود فيها الأزازة، وبننسخها مع بالضغط
على مفتاح الالت وبنحطها فوق الثاني. او اذا بدكم فينا نعمل كنترول سي كنترول في، في عده طرق لعمليه النسخ شرحناها بدروس ثانيه، لكن اسهل شيء اللي نحن بنحط ايدنا على مفتاح الالت وبنسحب وبنحطها فوق. مثل ما انا شايفين صارت هي الطبقه فوق، مثل ما انا شايفين صارت الطبقه فوق. هنيجي لهون على قائمه الايمج وحنختار من قائمه الادجستمنت شيء اسمه الفايبرنس. الفايبرنس مثل ما انا شايفين فيه خيارين، هو الفايبرنس والساتوريشن. الساتوريشن انه نحن بنعدم اللون تبعه بحيث يصير مثل ما انكم شايفين هذا اللون الرمادي. مجرد ما اعطينا هيك لنقدر نحن نتحكم بطبقات الالوان الموجوده بالصوره. بعد ما اعطينا هيك رح نجي بقى هلا نحن هون نشوف هاي القائمه كلها بنعرفها، هاي القائمه نحن بنتحكم باللون تبع الصوره اللي نحن حاطينه. لاحظوا نحن لما بنستخدم هاي الخاصيه انتم فيكم تتحكموا تختلف من صوره لصوره، فيكم تتحكموا بالاشياء اللي فيها لايت، يعني سوفت لايت، هارد لايت، فايفيد لايت، لينر لايت، فاين لايت، الشغلات اللي فيها لايت. لانه شوف اذا حطينا بالاوفرلي طلع اوفر، يعني ما طلع اوفرلي بالمره، او سكرين او شغله. اما لما بنحط هي طبقه فوق طبقه فنحن ما نتحكم سواء بالسوفت لايت او الفايفيد لايت. اللايف لايت طلعت كثير قاسيه لانه ليش؟ صوره الحليب بالاساس هي باردة، يعني صورة طالعة كاشفة. في عندك الباين لايت، كمان في عندك الهارد لايت، هدول كلهم فيكم تستخدموا حسب الصورة الموجودة عندنا، لكن الأنسب بالنسبة لنا هلا حاليا هو السوفت لايت. طب السوفت لايت شو صار؟ شو صار عندنا؟ خلينا نشوف شو نشيل ونشوف. لاحظ مجرد ما نحط السوفت لايت كأنه عم نعطي نحن إضاءة من هون هون، حتى اللوجو صار له إضاءة من كل الأطراف. طيب بس انا الاضاءه صارت كثير كاشفه، يعني كشفت لي اللوجو كثير، ونفس الوقت اذا شلتها ضل عندي اللوجو كانه ملزوق لزق. لا انا حنحطها، حنيجي نحن هون على قائمه الفيل، حننزل شوي شوي شوي، ممكن ننزل ال 60، احنا فينا نتحكم فيه، يعني لا فينا نحن ننزلها هيك مثلا، فينا ننزل ال 60 او لل 70 حسب الصوره الموجوده عندنا. نزلناها حنزل انا حنزلها ل 60 او هيك شيء، 65 66 حنزلها. لاحظوا صارت الفرق، لاحظوا الفرق اذا شلناها. لا حنشيل اللاير حنرجع، لاحظوا كيف صار الفرق، صار عطى هيك جمالي اكثر كانه بالفعل ملزوقه وعليها لمعه. طب شو فينا نضيف شغله زياده؟ بنجي لهون بنضيف، بنجي بنختار شيء اسمه ليفلز، يعني مشان نتحكم نحن بموضوع شوي الاضاءه انكشفها ونغمها. بالليفل عندنا مثل ما انا شايفين هون، شوفوا بنجي على الزر هذا لما عم نغمق، لاحظوا نحن عم نرجع كانه عندنا اللوجو مثل ما كان بالاساس، ما في عليه اي غباشيه او شيء. لما عم نكشف عم نلاقي انه رجع صارت عندنا هي موضوع الغباشيه، وهي الجماليه الحلوه الاضاءه اللي عم تصير عندنا. خلينا طب هي نشيلهم هدول نشوف كيف عندنا اللوجو. هيك كانت النتيجه، اللوجو مبين عندنا لزق. لا نحن ضفنا هذا الشكل بحيث طلع عندنا، خلينا نطفي البروبرتيز اللي هون موجوده، هيك طلع عندنا اللوجو بشكل افضل. طبعا طريقه العصير نفس الشيء، وطريقه اي منتج تاني لتلزقوه، تلزقوا عليه لوجو او تلزقوا عليه التصميم الخاص بكم نفس الشيء. بدي نوه على شغله اخيره، اللي هي انه نحن حبينا بعد ما سوينا هذا الشيء حبينا نغير اللوجو. هذا اللوجو بدنا نغيره، بدي احط غير لوجو انا. فمجرد نحن ما نضغط عشان ما نرجع نشتغل عليه من اول وجديد، نجي لهون بنحط، بنجي باللوجو الثاني مثلا على سبيل المثال هذا اللي اشتغلنا فيه، نجيب اللوجو الثاني كبير شوي، هذا اللوجو الثاني حجمه خلينا نصغره شوي مع بعض، خلينا نحطه بهالشكل. نجيب اللوجو الثاني او التصميم اللي نحن حاطينه، مجرد ما نحطه نحن هون بنشيل الثاني، بنظهر الاساسي يعني بنشيله وبنظهر هيك وبنعطيه كنترول اس. مجرد ما حفظناه هلا بنرجع للبي اس دي الاساسي اللي كنا عم نشتغل فيه، لازم يطلع اللوجو هو مثل ما لكم شايفين، يعني طلع اللوجو هذا. طبعا هذا بيهمكم انكم تحفظوه بشكل موك اب، لان عندهم دائما شغل بموضوع العصير، بموضوع اللبن، بموضوع الحليب، بتهمهم هاي القصص انه يشتغلوا فيها بشكل سريع. مثل ما انا شايفين كان اليوم درسنا خفيف ولطيف، لكن هو مهم كثير بالنسبه للناس بتشتغل الباكجينج ديزاين وبتشتغل تصاميم لها علاقه بالمطبوعات. بتمنى بالجميع يكون عجبه الدرس، ويا ريت ندعم الفيديو بلايك ونعمل له مشاركه ليوصل لكل الناس المهتمه. واللي ما له مشترك بالقناه يا ريت ينورنا ويشترك بالقناه لتوصله كل الدروس الجديده. واللي ما له مشترك بالقناه يا ريت يشترك بالقناه لتوصلوا كل الدروس الجديدة اللي عم ننزلها إن شاء الله. كان معكم رمام ريس، كونوا بألف ألف ألف خير.